صدق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سادة مشاهدي قناة أنغام الفضائية، متابعي برنامج الصحة والحياة، نرحب بكم في هذه الحلقة عطفا على حلقات سابقة، ونحن في خواتيم شهر أكتوبر، أكتوبر الوردي، هذا الشهر الذي خصص للعناية بأمراض الثدي. يمكن الليلة حنسلط الضوء على دور الأشعة التشخيصية ودور التصوير الطبي في مراحل التي تهتم بنمو الثدي، وأيضا تهتم بالتشخيص المبكر بالنسبة للأمراض التي قد تصيب الثدي سواء عند الرجال أو عند النساء. يمكن هذه الحلقة في ظني سوف تكون حلقة علمية بفهم بسيط جدا حتى تعم الفائدة لكل الناس اللي بتاع البرنامج، من طلاب للطب ومن أطباء تحت التدريب وللمشاهد البسيط اللي أيضا بيشوفنا. يسعدني في هذا الصباح أن يكون معي دكتورة رباب محمد أحمد، استشاري الأشعة التشخيصية والتصوير الطبي. دكتورة رباب هي حاصلة على دكتوراه الأشعة الطبية من جامعة خرطوم، وأيضا حاصلة على الزمالة البريطانية في الأشعة والتصوير الطبي. مرحبا بك دكتورة رباب في برنامج الصحة والحياة، وتحية لكل الناس اللي بتتابع هذا البرنامج. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد. أحيي كل أهل الطيبين من هذا البرنامج، وأتمنى لهم متابعة شيقة ومتابعة طيبة إن شاء الله. أكيد الناس حتستفيد من الحلقة دي. يمكن دكتورة رباب عندها خبرة، أنها كانت أيضا تعمل في المملكة العربية السعودية، ويمكن وصلت السودان يعني قبل وقت قصير، حتى لسه ما استقريتي هنا، انت ما معروف ترجعي ولا تقعدي، مش كده؟ والله كله عند رب العالمين. نعم، الرزق وين ما معروف، ربنا يسهل. نتمنى انه تكونوا معانا في السودان على الاقل تقدموا خدمات يعني لاهلنا، وزي ما بيقولوا مواطنين هذا البلد. كله باذن الله. يمكن احنا كان اتكلمنا طبعا عن اورام الثدي وسرطان الثدي في حلقات سابقه مع بعض الزملاء استضفناهم في هذا البرنامج. نعم. لكن حقيقة أنا قصدت من الحلقة دي نسلط الضوء على المجال بتاع الأشعة والتصوير الطبي. يمكن دوره يعني كثير من الناس بيفتكروا أنه ما له دور كبير، يعني الناس يركزوا على الجراح ويركزوا على الدكتور بتاع الأورام. نعم. لكن أنا أفتكر أنتوا حجر الزاوية في الأمر، يعني الزاوية. نعم. تشخيص السليم. نعم. ويمكن حتى متابعة العلاج فيما بعد زي ما حنتناول فيما محاور هذه الحلقة. نعم. يا ريت بس نذكر الناس بوصف تشريحي بسيط على الأقل حتى يقدروا يتابعوا معانا، يعني الناس اللي بتشاهد هذا البرنامج، وصف تشريحي للثدي. نعم. فنشوف مع بعض دكتور رباب. طبعا هو سرطان الثدي الفزع الأكبر عند النساء، وزي ما تكلموا زملائنا كلهم إنه بيمثل كله 8 من السيدات، توجد سيدة تصاب بسرطان الثدي في وقت من أوقات حياتها وفي مرحلة من مراحل حياتها، هو السبب المسبب الثاني للوفيات عند النساء، ولذلك يسلط عليه الضوء بصورة كبيرة. طيب نشوف الوصف التشريحي، الصورة لو جاهز الصورة نشوفها التانية. أيوة. الصورة الثانية هي يمكن ظاهرة في أسفل الشاشة هنا. اللي هو بيتكون من شنو الثدي أصلا؟ الثدي عادة بيتكون من فصوص تتفاوت من 15 إلى 20 فص، وهم الفصوص دي عبارة عن مصانع الحليب. نعم. أو الغدة نفسها. طيب، وهذه الغدة تخرج منها أوعية لبنية، إذا تكرم جرم بتشهد الصورة. أيوه. مع بعض إن شاء الله. بالضبط كده. هنا عندنا الفصوص اللي هي الطرفية دي على أطراف الثدي، وتخرج منها هذه الخطوط اللي تخرج منها عبارة عن أوعية لبنية، وبتخرج عدة أوعية لبنية تتشابك لتصوب في يعني كأنها مواسير أعرض كويس، وأقل عددا لتخرج عند الحلمة، واللي هي بتنقل هذه قنوات تنقل الحليب من المصانع. وهذه الفصوص ترتبط بأنسجة فيها شحوم وغيرها من الأنسجة التي تربطها مع بعضها البعض لتكون نسيج الثدي كاملا. فسرطان الثدي قد يصيب هذه الفصوص، وقد يصيب الخلايا المبطنة للقنوات الحليب، وكل له خصائصه اللي تبين في الأشعة اللي هي حنتكلم عنها. ونادرا نادرا نادرا ما يصيب الأنسجة المحيطة لهذه الفصوص. نعم.
طيب يا ريت تكلمينا عن دور الأشعة التشخيصية في مراحل هذا المرض يعني. طيب الأشعة أساسا تمثل واحد من أهم ركائز التقييم لأمراض الثدي. أي مرض عند السيدات في ثديها يجب أن يتم عليه أولا الكشف الكلينيكي أو السريري بواسطة جراح الثدي، ثم التقييم بالأشعة والتصوير الطبي، وإذا استدعى الحال الخزعة والكشف المجهري اللي هي يسمى تريبل أسسمنت. فنحن بنمثل واحدة من الركائز دي، أو الأشعة تمثل أحد الركائز. والأشعة تبدأ من الكشف المبكر، دورة يبدأ من الكشف المبكر، وحنتكلم عن أهميتها وأهم دور في الكشف المبكر، إلين تمر بالتشخيص، ثم الستيجينج واللي هو تحديد المرض، مدى المرض داخل الثدي، الإبط، الثدي الآخر، ثم أعضاء الجسم الأخرى، واللي هي دي بتحدد استراتيجية العلاج. يعني من غيرها صعب جدا جدا إنه تحدد، أو ممكن تحدد استراتيجية العلاج وبعد إجراء الأشعة تتغير تماما استراتيجية العلاج. وبالدراسات وجدوا أن هذا التغيير يتم في 60% من مرضى الثدي، وهي نسبة كبيرة جدا جدا. بعد يعني بعد ما يعملوا، إذا حددوا بالكلينيكال ستيج محدد واتعملت أشعات لهذه السيدة، ممكن قد يتغير إلى نسبة 60% استراتيجية العلاج. وده كلام مهم جدا، مهم خالص جدا، ده كلام مهم جدا حتى افتكر ما للمشاهد، حتى للأطباء الممارسين لدور في الكشف المبكر، لأنه بعد الأشعة وبعد ما تحديد ممكن يتحول من مرحلة إلى مرحلة أخرى. كويس. غالبا بتكون أبجريد، يعني غالبا بيتحول لمرحلة مور أدفانس، وهذه المرحلة بعديها بيتحدد عليها اختيار الجراحة المناسبة. هل يعني تنتهي بإزالة الثدي كامل أو استيل ما زال في إمكانية لإزالة جزئية، وهل المريض يحتاج علاج كيماوي أو علاج هرموني أو حتى إشعاع. كويس. وهل يحتاج إنه ليسن يعني حتى الجراحين ديل ما يقدروا يخطوا خطوة من غير ما والله يحدث عندي مثال هنا حيجي. بعد الجراحة جد عملت أشعات وكانت في وكثير يعني بعد يعملوا الأشعة أو التصوير بعد الجراحة ونجد يا إما في ريزيديوال ديزيز اللي هو بواقي مرض، أو نجي نلقى مرض في مواضع أخرى. يعني ما تم اكتشافها إلا بعد وبعدين حتى دور الأشعة ما ينتهي هنا، ينتهي في متابعة العلاج بالنسبة للناس اللي بياخذوا علاج مساعد ما قبل علاج مساعد ما قبل الجراحة لتقليص المرض حتى إنه يتمكن من جراحته. ده يتابع بالأشعة، الأشعة هي بتحدد إذا كان تمت استجابة ولا لا، هنتكلم عنها. وبعدين حتى بعد اكتمال العلاج متابعة المريض لأي رجوع للمرض برضو بيتم بالأشعة. طيب كده يا دكتورة رباب ورينا الترتيب كيف، يعني أول من المريض يجي والجراح يرسل لكم أنتوا في قسم الأشعة والتصوير الطبي. ممكن بس أضيف نقطة واحدة اللي هي عن ليش أهمية الأشعة زادت في الفترة الأخيرة. يعني تسلط الضوء ريسنتلي علي إنه الأشعة أصبحت أكثر أهمية مما قبل. حقيقة زمان كانت يعني مما بدو كانت التقنية شوية فيها صعوبة، سواء كان على مجال الماموغرام أو حتى على الموجات أو الرنين، ولكن إضافة الرنين المغناطيسي لتقييم أمراض الثدي في القرن السابق أضاف إضافة كبيرة، والتقنية سواء كان على مستوى الموجات أو مستوى الماموغرام، واللي هو دخل نظام الكمبيوتر للماموغرام والماموغرام الرقمي في القرن الحالي، وحديثا دخلوا الماموغرام ثلاثي الأبعاد، أضاف إضافة كبيرة جدا. ده هنا عندنا في السودان لسه ما عندنا، والله ثلاثي الأبعاد ما عندنا، لكن الماموغرام الرقمي موجود عندنا في بعض المناطق، في بعض المستشفيات. فدي كلها. وبعدين برضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأشعة اجتهدوا ووضعوا نظام
نظام يعني لتقييم كل هذه الليجنس أو الأورام أو التغيرات في الثدي في كل الفحوصات بصورة محددة حتى إنها تتبع، وضعوا ستراكشر للتقرير أو تقرير بصورة سيستم أو نظام لهذا التقرير، بحيث إنه يتم الناس كل الناس اللي بتشتغل في هذا المجال تتبع هذا النظام، فبتصبح شنو لقى مشتركة بين الطبيب الأشعة والطبيب المعالج، وحتى المريض نفسه بيقدر يفهم وضعيته وتغيم وتوضع في فئة محددة بناء على الفئة دي. يكون واضح جدا إذا يعني كلمت السينيورز أو الجونيور كلم السينيورز إنه في دي مثلا بايرات 2 ولا بايرا 3، بيكون واضح جدا معروف المعالجة بتاعت هذه الفئة حتكون شنو بصورة واضحة. فأصبحت كل الأشياء دي أدت إلى تطور أشعة الثدي، وخلت أشعة الثدي الآن على السطح يعني مهمة ولسه ماشية في زيادة أهمية. طيب سؤالي ما زال قائم، تبدو بشنو أنتو في الأشعة؟ في الأشعة طبعا نحن اختيار الفحص بيعتمد على أشياء كثيرة أو ظروف كثيرة، أهمها السن، سن المريضة. طيب. عندنا لأنه الماموغرام أشعة ولابد من وزن الأمور، يعني لازم نزن الفائدة قصاد الضرر. فوجدوا أنه الماموغرام للتشخيص بعد 35 سنة في حالة التشخيص. لو عندنا صورة للماموغرام ده ممكن تعرضوا لنا الماموغرام للتشخيص بعد 35 سنة وبعد للسكرينينج أو للمسح بعد 40 سنة. ليش بعد 40 سنة؟ هي دي صورة، هنا سيدة ده جهاز الماموغرام وهذه تقنية أو فنية الماموغرام، وضع الثدي بين الطبقتين دول وبتضغط عليه، يعني الضغط بيكون زي ميزان الضغط لما يضغطوا عليه كده. فبننصح السيدات انه يعني ما يتخوفوا من الضغط دي، لانها حاجه مهمه لما نضغط الثدي عشان نقدر نشوف من خلاله. هذا هو الماموغرام. فالماموغرام هو عباره عن اشعه سينيه او تصوير، نوع من انواع التصوير بواسطه الاشعه السينيه لانسجه الثدي. من خلاله بنقدر نشوف أشعة أنسجة الثدي من الداخل، وإذا كانت هناك في أي كتلة أو تغيير في الأنسجة بيتضح. والكتل وعادة التغيرات دي بتكون في بداياتها الأولى، يعني حتى من حبة الأرز فيو مليمترز شوية أقل من نص سنتي نحن بنقدر نشوفه بالماموغرام، وده خلى الماموغرام أكثر أهمية من غيره، وحتى من غير حتى يكون ما في ورم، بس تغير في الأنسجة أو تقلص في المراحل، ما يعني مرحلة زيرو حتى اللي هي ما قبل إنها تطلع للأنسجة الخارجية، يعني قبل ما الست أول كده تحس أنه في قبل الست ما تحس وقبل الطبيب نفسه ما يحس. نعم. بسنوات. في صورة آخر نخرج لو قبل عرضت علينا، يا ريت لو جبتها علينا تعالي. بسنوات يعني قبل سنوات ممكن الماموغرام يوضح إنه هناك صورة بعد دي. في صورة ثانية نشوفها مع بعض. دي هنا لشنو يا دكتورة؟ هذه الصورة بتوضح إنه تطور الأشعة نفسه. تطور يعني الأشعة. الصورة الأولى. أيوة. تقدر تحس إنه. الأولى يعني من ناحية اليسار. اليسار. نعم. تحس إنه كان في صعوبة شديد جدا من 1930. ودي في 2000. في عام 2000 من عام 2000 الصورة الأخيرة من عام 2000 من عام 2000 نقدر يعني بصورة بوضوح شديد. نعم. اللي هو ده الماموغرام الرقمي اللي هو تدخل الكمبيوتر ده الرقمي هسه ده الرقمي صورة. أيوة. فأصبحت الرؤية واضحة، وأصبح أكيد واضح جدا هنا يعني تطور الأشعة وكيف إنه نحنا يعني واضح فعلا الصورة ده واضحة جدا، تفاصيل دقيقة جدا، تفاصيل أدق لأنسجة الثدي هي ظاهرة. أيوة. وشوفي سنة كم دي؟ 30 ولا دي 30 ودي في 2000. 30 دي يعني قتلة كده، بس حاجة ما في أي تفاصيل كده. كان أيوة كان في صعوبة شديدة جدا، فده كان خلي أساسا الناس إغنور، يعني ما بيهتموا كثير بالأشعة لأنه كان فيها صعوبة شديدة جدا حتى إنه الناس تصل فيها لتشخيص. لكن الحين حتى أنت شايف حتى البكتوراليز المصل العضلة الخلفية المحيطة بالثدي اللي هو متكئ عليها الثدي نفسها من الخلف ظاهرة.
طيب الماموجرام ده يبقى يعني نسميه حجر زاوية في تحاليلكم تعتبر حقيقة يعني لا بد منه هو الجولد ستاندر نعم. أو بمقياس الذهب ومهما تطورت الوسائل إيه يعني يبقى هو إلى الآن هو الفحص الوحيد الأثبت جدارة في تغليص أو تنقيص نسبة الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي طيب بلا منافس. دكتور رباب عشان الناس اللي بتتابعنا حيكون في سؤال داير في أسهانه أي واحدة هسه عايزة تمشي تعمل ماموجرام ولا تمشي يعني تجيكم أنتوا في مركز التصوير الطبي في مركز الأشعة التشخيصية تقول لكم دايرة أعمل ماموجرام طيب بتعملوا لها ولا عندكم لا حسب القانون أي واحدة فوق سن الأربعين ممكن تطلب ماموجرام من نفسها من غير طبيب معالج فوق سن الأربعين ولكن قبل سن الأربعين لازم يكون في طبيب يعني يطلب هذا الفحص بناء على يا إما هي تكون عندها زيادة مخاطر أو يكون عندها عارض فعلا العارض ده يستدعي إنه يكون في يعني سبب قوي يخلينا نحن نعرضها لإشعاع. طيب الماموجرام ده يتعامل كله كم؟ جاتكم وقلت لها ماموجرام تمام يا مدام ما في مشكلة. طيب ماموجرام إذا بالنسبة للمسح الماموجرام بيتعامل في حالتين. الماموجرام بيتعامل في حالة المسح كويس لسيدات سليمات. طيب. طيب ما عندهم أي حاجة إما بعد الأربعين اللي هو ده حسب التوصيات الجمعية الأمريكية وجمعية الأمريكية للسرطان وحسب توصيات الجمعية الأمريكية لأطباء الأشعة إنه الماموجرام يدعمل من سن الأربعين فما فوق حتى الخمسة وسبعين أو حتى ما بعد ذلك ما دام السيدة بصحة جيدة ويدعمل يعني حسب توصيات هذول المجموعتين انه يتعامل سنويا لكن في جمعيات اخرى بتقول انه كل سنتين فاحنا بندي للسيده الخيار انها تختار لنفسها من سن ال40 الى ال50 تختار ما عنده مضاعفات تختار انه كل سنه او كل سنتين واذا جاد قسم الاشعه بنعمل لها الماموجرام عادي ما عنده من غير مضاعفات مش كده الماموجرام والله هم زي ما بقول لك هو اشعه لكن الأشعة ضئيلة جدا جدا نسبة بسيطة اللي هي تعادل الأشعة اللي بتدعمل للأسنان أو الأشعة اللي بنتعرض لها خارج الطبيعية بنتعرض لها مدة أسابيع قليلة خارج يعني الأشعة الطبيعية الخارجية إذا الواحد يعني أراون دي الصورة لشنو يا دكتورة لكن أيوة هذه ماموجرام ده ماموجرام كده أشرح لنا الصورة دي فيها شنو طيب الماموجرام عندنا صورتين الجبال تكلمنا عن إنه في علامات وفي وضعه يعني تقييم للهنا فعندنا الكتلة بتكون بيضة والماموجرام نفسه الأشعة الأنسجة الثدي تطلع بيضة خلاص ولكن عندنا توضح لنا يمين الشاشة يمين الشاشة بعد الحلم مباشرة في حاجة مطاولة كده هذه عبارة عن كتلة حميدة يعني نحن بعلامات معينة بنقول الكتلة دي غالبا ما تكون حميدة وبناخدها طوالي على الموجات الصوتية وبنأكد إنها إذا كانت سائلة أو صلبة وبعد ذاك على ضوءها بنحدد إذا كانت سائلة بمواصفات معينة قد ما تحتاج المريضة لشيء آخر وإذا كانت صلبة وهي محددة تماما وما فيها أي علامات في اشتباه ممكن نتابع السيدة إلى كل ستة شهور بس بالموجات الصوتية من غير الماموجرام فإذا كانت فوق سن الأربعين بنقول لها تجي بعد سنة فقط للمتابعة الدورية للكانسر عادة إذا كانت أقل من الأربعين خلاص بنتابعها بالموجات الصوتية وخلاص يعني ما يحتاج إنه تاني تتعرض لماموجرام ما بتحتاج لماموجرام أما الصورة الثانية كان فيها اشتباه فالصورة الثانية على اليسار فيها اشتباه هل فيها اشتباه ديت خلاص بنضع الموجات الصوتية اللي هي دي عشان أيوة فيها اشتباه فمرات بيكون مثلا كيس وحوله التهاب الموجات بتوضح لنا إذا كان كيس وحوله التهاب ولا كتلة صلبة إذا كانت كتلة صلبة وحولها كده بيبقى فيها اشتباه وخلاص لازم خزعة لازم المريضة يدعم لها خزعة أما إذا كان كيس فخلاص يعني ما مشكلة بعد ذلك نتابع المريضة طيب معانا صورة تانية خالد في صورة تانية طيب أيوة لما تتخذ الخزعة إذا الماموجرام في صورة قبل دي فيها تقلص طيب تقلص ده يعني شنو يا رباب عشان الناس تقدر تفهم معنا
التقلص اللي هي مادة الكالسيوم أي حجر يعني حجر زي الكالسيوم اللي هو مادة الكالسيوم بتترسب على المدامة والآنسة ممكن تحسها لا في إلا إذا بقت قوية أو أخذت يعني بقت أخذ أو كانت سطحية نعم خلاص فالتقلص ده ممكن يكون علامة للمرحلة زيرو اللي هي قبل ما تصهر على السطح وما ممكن إطلاقا تتحدد إلا بالماموجرام خلاص فإذا كان في نحن عندنا دراسات معينة حسب خبرتكم أسف للمقاطعة التقلص يعني مؤشر بتاع متابعة مش كده أنا ماشي عليك التقلص عندنا أنواع عندنا تقلص حميد تماما إذا شفناه بنكون عارفين هذا تقلص حميد ولا يحتاج إنه إنها تتابع طبعا. إذا كانت فوق سن الأربعين بس تجي على طول للدوري الكشف الدوري تبع للمسح طيب. لكن في تقلص فيه اشتباه ودرجة الاشتباه تتفاوت حسب حسب الاشتباه عندنا صورة هنا لتقلص في أيوة في واحدة كذا في واحدة فيها في 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 واحدة في اشتباه وفي واحدة لو جنب بعض أيوة فدي في الحالة دي مفترض إنه هو جايبين الصورة دي وماخدين الخزعة وشايلين أو لما يكون زي ده بكون صعب إنه ياخدوا بالإبرة فبيدخلوا سلك خلاص للجراح في مكان التقلص والجراح ياخذ المكان كله وبعد ذلك بنجي ناخذ صوره زي الصوره اللي يديك نتاكد انه التقلص ده داخل مكان داخل الليجن اللي هون احنا اخذناه ده هنا مثال على اليسار وعلى اليمين عندي مثال لتقلص يمكن بيشبهوا بعض ولكن واحد حميد واحد خبيث طيب الحميد هنا في الشاشه الحميد على اليسار ده حميد حميد ايوه مع انهم يتشابهوا لكن بيحتاج الى خبره عاليه جدا جدا يعني او خبره طويله يعني لطبيب الاشعه اللي بيشتغل في الثدي يختلف عن اي طبيب اشعه عام يعني طبيب الاشعه العام عشان يقرا الماموجرام بيجد صعوبه كبيره جدا جدا الماموجرام يحتاج الى وقت طويل جدا الواحد يقرا يعني ماموجرام 100,000 يعني اعداد كبيره شديد جدا جدا حتى عينه تاخذ على الفروقات دي الدقيقه دي حتى تميز هذا من هذا فهذا عندنا داك بايراتول هو لا يحتاج الى اي شيء على اليسار وعلى اليمين هذا سسبيشس او فيه اشتباه ومفترض يتاخذ عينه على اليمين تتاخذ عينه الاثنين الفوق والتحت اديك صوره مكبره ده كله مع بعض والثاني داك ماخذ كده صوره مكبره لحته منه عشان شنو عشان يفصل لنا كله بارتيكلز كله حته من الكالسيفيكيشن طيب بشكلها ثاني لو في صوره ثانيه اعرضوا لي الصوره اللي بعد الصوره دي طيب هنا الصوره دي بتورينا شنو بتورينا انه الفرق في الماموجرام بين البنت الصغيره والسيده الكبيره خلاص وده بيرجعنا للنقطه بتاعتي انه الماموجرام يعني اجازوه للسيدات كبار السن ليش اجازوه للسيدات كبار السن لانه انا الثدي عباره عن شحوم واقدر اشوف من خلاله بسهوله لانه قلنا نسيجه الثدي بيضاء والكانسر بيظهر ابيض خلاص فحساسيه الفحص نفسها عاليه جدا جدا فاقدر انا اشوف بوضوح وفي نفس الوقت حساسية أنسجة الثدي في السيدة الكبيرة تختلف عن السيدة الصغيرة للإشعاع وده السبب اللي بيخلينا إنه في البنات الصغار أو السيدات ما قبل سن 30 أو 35 ما نعرضهم لماموجرام لسببين السبب الأول هو زي ما قلنا حساسية الفحص والسبب الثاني حساسية الأنسجة نفسها طيب هسه هنا السيدة الكبيرة والصغيرة واضح جدا إنه على اليمين هي السيدة الكبيرة اللي هو ده ماموجرام فاتي ماموجرام او كله شحوم انا قادره اشوف من خلاله اذا في اي كتله بتكون ظاهره اما على اليسار فهو ده لسيده صغيره وكل الثدي مغطى بالابيض اللي هي دي انسجه الثدي كثيفه جدا جدا مغطيه ففي صعوبه شديده انه انا اقدر اذا في ورم صغير بيصعب رؤيته ودي من الاشياء اللي بتخلي في محدوديه للماموجرام انه في يعني بيكشف لي 85% من سرطان الثدي بيورى بالماموجرام فيه فدي بتوضح هنا التشريح وصوره تشريحيه للثدي ومقابل لها الماموجرام وده الماموجرام الرقمي الجديد مع التقنيه مع زياده التقنيه تقدر تكاد تكون شايف كل الانسجه
في 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 الصورة بتاعت الماموجرام بوضوح شديد يعني. فأي حاجة يعني طيب الصورة البعادة لو سمحتوا نشوف نتابع، عايزين نستعرض أكبر عدد من الصور حتى تعمل طيب فائدة يعني. جدا هذه الصورة بتوضح صورة دي، ده الماموجرام قلنا لازم يكون بصورة دورية مستمرة بانتظام يعني، وكان سنتين أو سنة أو سنتين. وأهميتها في إنه هنا في الفحص الأول خلاص كانت الـ 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 ما ظهر شديد الورمة، ما ظهر شديد وممكن عادي على اليسار نعم. في موجودة لكنها خفيفة يعني باهتة باهتة ما ظهر خالص، ممكن تعدي عادي على الشخص الطبيب اللي بيقرا الماموجرام. ولكن لما يتعمل بعد سنة الماموجرام كانت الكتلة واضحة شديد، لكن ما زالت شنو في مراحل الأولى، وبسهولة إنه الناس ممكن تأخذه وتأخذ، ما تحتاج إنه يأخذوا لاستدي كله وتتعرض لمشاكل علاج فيه ومضاعفات وكده. فدي أهمية إنه الماموجرام مفروض يتعامل بصورة منتظمة يعني، ما يتعامل بعد 10 سنين حتى يتعامل. طيب بالنسبة لك أنت استشاري أشعة في الصورة الأولى دي، هل يعني في حاجة ظاهرة بالنسبة لك؟ نعم لكن لا ألوم يعني طبيب أشعة عمومي إنه تفوت عليه يعني، ما بلوم يعني لأنها المشكلة عشان كده الحلقة دي خصصناها للهدف ده يعني. أيوة يعني أسي بالنسبة لك أنت الصورة الأولى ظاهر فيها أنا بالنسبة تغيرات. أيوه أنا بالنسبة لي بشخصها إنه إنها إتز بوزيتيف، إتز بوزيتيف، وباخذ المريض على طول للموجات الصوتية في هذا المكان أتأكد ما إذا كان في تغيير أو لا. طيب الصورة اللي بعدها يا خالد لو جاهز نشوفها في صورة ثانية. أنا عايز أستعرض أكبر عدد من الصور. لو جاهز الصور عشان نتكلم عن ال يعني هسه الماموجرام ده واضح إنه لا بد منه. دي هنا برضو صورة. أيوة هذه صورة ماموجرام السيدة عندها تشتكي من كتلة في ثديها، لكن إذا سألتك ما حتقدر تقول لي في اليسار ولا في اليمين. أيوة. لأنه عبارة كله متكتل، هنا الثدي كله متكتل. سماكة كبيرة شديدة جدا جدا وكله متكتل. نعم. فمن الصعوبة جدا جدا في هذا الماموجرام إنه أنا أقدر أحدد، ما يعني ما أقدر أنفي، مرات ممكن أشوف لكن لا أستطيع أن أنفي إنه ما توجد هناك ولا يوجد ورم. فهذا النوع لازم نمشي نعمل معه موجات، وأحيانا نضطر نعمل كمان رنين حتى إنه نكشف ونحدد ما بداخل أنسجة الثدي بصورة أوضح. الصورة اللي بعدها لو سمحتوا نشوفها برضو مع بعض في صورة تانية. يبقى الماموجرام ده يعني أهميته ما زالت قائمة يعني زي ما أنت ذكرتي. الصورة دي بتوضح شنو دكتورة بابا؟ الصورة دي لو شفتها دي هي الأنسجة السميكة اللي شفناها فوق للمريضة نفسها، واللي هي يعني في 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 الثدي الأيمن يعني الثدي الأيسر ده أساسا في كتلة واضحة، والثدي كله يعني لو لاحظت متضخم لوجود سرطان، أنسجة سرطانية ماخذة كل الثدي. طيب وحتى ماخذ الحلمة معاه من قدام وكده، فواضح ده ما عليه خلاف. ولكن لا بالماموجرام ولا بالموجات الصوتية قدرنا حددنا الثدي الآخر إيش فيه. لكن لما عملنا الرنين كويس، بالرنين كان في واضح جدا في تغير على الجانب، معلش كان في تغير على الجانب الطرفي في الثدي الأيمن، وكانت عبارة عن سرطان في الجهة الأخرى. دي صورة شنو طيب الظاهرة السيدة؟ هذه صورة لسيدة مرضعة. 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 نعم. إحنا قلنا في اختيار الاختيار الفحص بالأشعة والتصوير بينحدد بالعمر وبينحدد بحالة المريضة نفسها من الأشياء المفروض نحدد بها، ما إذا كانت مرضعة، ما إذا كانت حامل، إذا كانت مريضة جدا، إذا كانت مسنة لا تستطيع. يعني ما الطبيب الجراح والمعالج هو اللي بيحدد؟ والله يعني هو بعد ما هو يحدد نحن لنا دور، مشكلة؟ إحنا عندنا دور برضو في التحديد. نعم. يعني مرات بيكون في لازم يكون في كوميونيكيشن. بالضبط كده. لازم يكون في البرس بالذات صعب جدا إنه كله يعني الطبيب الأشعة يشتغل. يعني موضوع لازم لا بد من عمل جماعي. لازم عمل جماعي يعني العمل الجماعي لمصلحة الطبيب نفسه ولمصلحة المريض الاثنين. ففي عوامل كثيرة نحن بنحدد بها زي ما قلنا العمر، قلنا السيمتولوجي نفسها أو الشكوى نفسها. يعني ما إذا كانت كتلة بنمشي على الماموجرام، أما إذا كان إفراز من الحلمة أو كان ألم
الموجات الصوتية بتفيدنا أكثر من طيب معانا صورة تانية نشوفها في صورة تانية. فبالنسبة للمرضع تسكرايمين ونعمل لها ماموغرام لأنه أنسجة الثدي بتاعتهم حساسة جدا جدا للأشعة فالمفترض أنه وسميكة جدا نعم. فالماموغرام ما بنقدر نقراه بسهولة حساسيته ضعيفة جدا والأنسجة حساسيتها عالية جدا جدا بالتالي بالتالي ما مفروض نضربها أشعة إذا ضربنا أشعة ممكن نضر المريضة فأي سيدة مرضعة الخيار الموجات الصوتية ودقة الموجات الصوتية كم نديها في المية كذا تقريبا والله موجات الصوتية عالية لكن الموجات مشكلتنا تعتمد على الخبرة operator dependent أيوة يعني تعتمد على الشخص اللي بيعمل أيوة تعتمد على الشخص اللي بيعمل طيب الرنين شايفك برضو يعني قبل ذكرت الرنين المغناطيسي يمكن ظهر جديد هو طبعا في 10-15 سنة اللي ورا كده نعم بالضبط كده فدوره هل يعني ممكن نكتشف به حاجات ما ظهرت في الماموغرام أو في الموجات طبعا الرنين له دور كبير جدا 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 بيدخل في المسح وفي التشخيص طبعا في السودان هنا كلمة رنين دي مربوطة بس بالظهر السلسلة والفقرات لا حقيقة يعني فهم الناس الرنين فهم العام يعني الناس تقول لي رنين للركبة يعني ليك كده يقول لك يا أخي كيف يعني رنين للركبة فأسي رنين للثدي بالتأكيد حيليك عين أشد من عين لا عندنا رنين للثدي الجماعة رنين للثدي ده هسه حاليا هو يعني أصبح حاجة كده مش مهمة مهمة جدا 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 في كل المراحل فكده كلمينا عنه عشان الناس أيوة يكون لنا قصب الصبغة فأنه نقول للناس أنه في رنين للثدي عندنا رنين هنا في السودان عندنا رنين موجود. للثدي موجود في مراكز كثيرة جدا نعم. يعني مراكز كثيرة جدا جدا فيها سواء كان على النطاق الحكومي والخاص. أو الخاص نعم. موجود رنين للثدي لكنه ما مفعل طيب بتين ما مفعل ليش لأنه ما بيطلبوه كثير نعم كده تكلم لنا عنه شوي يلا أهميته قلنا فيه في عندنا جانبين عندنا صور له هنا في صور جابوا صورة صورة الموجات الصوتية دي الموجات الصوتية, نعم. عندي ثلاث أربع صور لموجات صوتية على اليمين عنا ونرجع على الرنين على اليمين تحت خلاص أيوة. هذا بنقول عليه سيمبل سيست أو كيس بسيط كيس مائي بسيط نعم. هذا السيت ما محتاجة يعني حتى ما محتاجة متابعة ما لم هي نفسها يكون الكيس ده مسبب لها مشاكل أو عامل لها ممكن يسحب تحت الموجات الصوتية ده إذا مسبب لها مشاكل غير كده خلاص ده بنقول عليه بايرات 2 اللي هي ما محتاجه شيء ولكن زي ما قلت لك بالموجات بقين حتى الكيس ده نحن بنحدد لو لاحظت الكيس في اليمين الاعلى ده هو زي اللي تحت بس الجدار بتاعه غير منتظم عدم الانتظام دي حاله كانت تبعي انا ولما اتخذت منها عينه كانت سرطان في مراحل متقدمه كمان يعني فظهرت بهذا المنظر نعم. فانا من هنا يعني بناشد زملائي الصغار طب الأشعة المبتدئين انه ينتبهوا وكل اللي بيشتغلوا انا اعرف برضو كمان في بعض الفنيين بيشتغلوا موجات صوتيه لازم صحيح. الحذر ثم الحذر من هذه الاشياء اما لمجرد الكيس ما وجدنا فيه كتله صلبه داخليه او فيه يعني انسجه داخليه سميكة شوية أقل أكثر من 5 مليمتر ده لازم خزعة لأنه نسبة السرطان فيه عالية ده بيعتبر بايرات 4 اللي هو حاجة فيها اشتباه واللي مفترض على طول ياخدوا له خزعة طيب معانا صورة تانية لو جاهزة نشوفها الرنين احنا تكلمنا عن الرنين يعني قلت لي أهميته كبيرة جدا نعم ويمكن ظهر قلت لي في الصفحة في العمل الأخيرة بالضبط كده هذه صورة للرنين لكن جاب لنا من الأدفانس مش لنا للأدفانس لكن ما مشكلة هذه الصورة اللي هو استخدام الكمبيوتر لمساعدة الطبيب الأشعة لفهم أو لما يدور داخل أنسجة الثدي دي صورة ملونة الكمبيوتر يعني بروسيس الكمبيوتر بدينا يعني هنا بورينا امتداد المرض داخل الثدي نفسه وإنه واصل إلى الحلمة ودي حتة مهمة جدا جدا يعني دي من الأشياء اللي يعني الجراح منتظر مننا أو طبيب الأورام منتظر من طبيب الأشعة يوريه بالضبط التمدد الأنسجة السرطانية داخل الثدي يعني غير حجمها
يعني ممتدة إلى مدى انتشاره في داخل الأنسجة والأنسجة المجاورة لها، ده غير عن الأعضاء الأخرى. يعني داخل الثدي نفسه مرات بيكون مثلا هو حاس كتلة محددة هنا، وحنشوف هسه الحين إنه هو حاس كتلة خلاص، لكن الثدي ده فيه لسه يعني أنسجة سرطانية غير الكتلة اللي هو حاسيها بيده. في صورتان للرنين ووصول دي رنين برضو، هذه رنين لكن لرجل ثدي رجل. أيوة. فالرنين برضو أو الأشعة بتلعب دور كبير جدا في ثدي الرجل حتى. فعندي هنا على الثدي اليمين، على الثدي على الجهة اليمنى، الجهة اليسرى هنا ده ثدي فيه غاينيكوماستيا أو تثدي عند الرجال، تثدي عند الرجال أنسجة ثدي خلاص. أما في الجهة اليسرى فهذه كتلة سرطانية طبعا، لأنه الأنسجة بسيطة ودائما بتكون يعني في مراحل متأخرة، على طول أخذت شنو الجلد من حولها وبقت في المراحل المتأخرة، يعني إذا ما في بتبقى في المرحلة الثالثة إذا ما في انتشار في الجسم. طيب تقدر تفرقوا بين التثدي وبين الشحم صحيح كده؟ نعم، في 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 الرجال فعلا مرات بيكون في الرجال مرات بيكون ما يسمى بالسودو غاينيكوماستيا او التثدي الكاذب. عندنا التثدي الكاذب والتثدي الحقيقي. فالتثدي الكاذب انت بالكشف السريري ما تقدر تحدد، لكن من الموجات الصوتيه قد نحن نصل لانه ده تثدي حقيقي ولا تثدي كاذب. والماموجرام برضو بيلعب دور، والرنين طبعا اكثر حساسيه لتوضيح هذه الاشياء. طيب في الصوره هسه جبتوها لنا دي. ايوه طيب مشينا نبدا من ورا في دور الرنين. طيب دي واحده من اهميه الرنين. الرنين بيلعب دور كبير جدا زي ما قلنا حتى في 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 شنو في متابعه المريضه اللي بتاخذ علاج كيماوي مساعد. فهذه مريضه لو لاحظت قبل العمليه بري تريتمنت على اليسار الشاشه. أيوة. اول صوره قبل الصوره شوف الكتله السرطانيه اللون ابيض شديد، اللون ابيض وهنا ده بالكمبيوتر ماخذ كلرت اللي هي الملونه. واللون ده بيعني شنو؟ بيعني لي حتى بيوضح لي انه الجزء الاحمر ده دي اكثر حته يعني زي ما تقول مرحله اعمق او مرحله متقدمه. يعني السرطان هو ما بكون كله هوموجينس، ما بكون كله يعني فيه هو نفسه في نفس الكتله ما متجانس في نفس الكتله، ممكن تلقى اكثر من مرحله. عشان كده دائما في العينات بناخذ اكثر من عينه عشان تقدر تصل انه هو يعني في اي مرحله. المرحله من ناحيه الهيستوباس او من ناحيه الاستيجنج الثاني اللي هو بتاع المجهري، التحليل المجهري. فهنا نحن بواسطه الكمبيوتر بنقدر نحدد انه الحته الحمراء دي اكثر مكان بنتوقع انه اعلى مرحله في 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 في, في التحليل المجهري. فلو لاحظت بعد والازرق اقلها، لاحظت بعد العلاج في كان في استجابه عاليه جدا، مش بس انه الكتله صغرت ولكن حتى اللون تغير من احمر الى ازرق. الاخر صوره دي اللي هي يعني تغير اللون حتى اللي تبقت بقت ازرق، معناها في استجابه عاليه جدا جدا. طيب ده كلام للعلاج الكيماوي يا دكتوره رباب، مش كده؟ هسه الكلام ده عندنا مطبق هنا للامانه يعني؟ لا لسه مش كده. لكن افتكر دي حاجه عشان كده نحن بندعو للحته دي، لسه في كثير. والله يا اخي شكله نحن دور اللي هنا لسه فيه كثير. لا نحن حنجي نتكلم. يمكن انا داير استاذ انك نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم. على مستوى يعني
خدمهم العلمي يعني سواء كانوا أطباء أو سواء كانوا طلبة طب أو سواء كانوا مشاهدين العاديين، لأن فيها شرح توضيحي جدا لأهمية دور الأشعة في تشخيص أمراض الثدي وأيضا دوره في العلاج. وسعيد أن تكون معي دكتورة رباب محمد أحمد استشاري الأشعة التشخيصية والتصوير الطبي والحاصل على الزمالة البريطانية في الأشعة والتصوير الطبي. مرحبا بك دكتورة رباب. عليكم السلام. بنذكر كمان كل الناس يمكنكم متابعة هذه الحلقة والتواصل معنا عبر أرقام الهاتف ورقم واتساب البرنامج الذي سوف يظهر على أسفل الشاشة تباعا. يمكن إحنا قبل الفاصل كنا نتكلم عن الرنين. نعم. واللي هو قلت لي لسه يمكن ما دخل في السودان رنين الثدي تحديدا بالفهم الهسي تعرضت به والصور دي. هو حقيقة موجود يعني عندنا رنين بس ما مفعل. ما مفعل. بقول لك ما مفعل موجود وفي حالات سكترت يعني في حالة حالتين بعض الأطباء بيطلبوا رنين بس شغل زي ما بقول لك شغل الثدي يحتاج إلى تيم وورك. يحتاج إلى عمل جماعي. إلى عمل جماعي. نعم. ونحن رأينا الحاجة دي يعني في العيادات الأس اشتغلناها في أكتوبر دي. نعم. حقيقة كانت يعني ممتعة جدا جدا ومفيدة في نفس الوقت. يعني اشتغلنا عيادات مع الدكتور عايدة والدكتور بوسينة الجراحات وكنا في نفس السيتنج نعمل الماموغرام والدكتورة تعمل الكشف السريري فكنا بنطلع بنتائج سريعة جدا. يعني وبنكون عارفين what is next المريضة دي يلا المرحلة اللي بعديها شنو على طول حسما في نفس السيتنج ودي حاجة كويسة خالص فدايما لأنه حتى في عندنا حالات يعني مرات يعني في بالأشعة نحن يعني مثلا كلينيك اللي هي تكون حاسة حاجة بالنسبة لها فيها اشتباه ممكن بالموجات في نفس اللحظة يعني تكون حاجة تليف ولا حاجة بس ظهرة كده وخلاص الموضوع ينتهي. طيب معانا صحيح معانا صور لو جاهزة يا ريت تعرضوا لنا الصور المتبقية. طيب لسه رجعنا للرنين ما كويس جدا. طيب. هذه الصورة كويس يعني يبدو المريضة عندها سرطان منتشر خلال الثدي كله وماسك الحلمة وماسك الجلد كمان خلاص. والدائرة دي مرحلة يلا الدائرة دي في نقطة اللي هي بتاعت ماخدة صبغة على 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 القفص الصدري فالموجة الرنين بنقدر ناخد مقاطع اللي هو بناخد كده أكزيال وبناخد ساجيتال في كل الاتجاهات ممكن ناخد ونتأكد مقاطع على رأسية وأفقية مقاطع أفقية ورأسية أيوه. فعلى اليمين الأفقية دي تبين ما نحن ما متأكدين ما إذا كانت على القفص الصدري أو بس على العضلة اللي مغطية اللي بي بي بيجي عليها الثدي اللي هي البيكتوراليس وتفرق في العلاج طبعا فهنا في الصورة الثانية المقطع الرأسي وضح تماما إنها هي بس على البكتوراليز ودي ممكن بس تنتهي بإنه في العملية تتاخذ البكتوراليز مع اللي هي العضلة العضلة نفسها تتاخذ العضلة مع الثدي طيب ولكن ما إذا كان ما تصحر إلا في الرنين لا ما تصحر هذه يعني أنا سؤالي بشكل آخر يعني أنت زي المريضة دي لو كانت شال الثدي وما عملت رنين حترجع معناه الحاجه الظاهره في العضله دي ما هتتشال مش كده ممكن ما تتشال ايوه لان بالكشف ما بتتاخد الا اذا كان يعني في الاستراتيجيه العلاج هم لسبب او لاخر هيشيلوا العضله دي لكن ما دائما بيشيلوا العضله ما دائما بيشيلوا استاذنك يا دكتور معانا اتصال الو السلام عليكم نأسف انقطع الاتصال يا ريت المتصل يرجع يعاود تاني طيب جيب لنا الصورة اللي بعد دي لو سمحت في صورة تاني نشوفها مع بعض لو جاهزة يمكن الماموجرام ما بظهر النقطة في العضلة الهسية بالضبط كده يعني دور الرنين يعني إنه بظهر لنا مواقع أخرى ما بتصهر في الأشعات العادية ممكن تصل إلى 30% طيب هنا دي هنا الرنين في 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 الصورة اللي فوق موضح لي سرطان في الاتجاهين طيب ما قبل العلاج ما قبل الكيماوي او العلاج الكيميائي فهنا الجلد في الجهه اليسرى الثدي الايسر او على الجهه على يدي اليمين الثدي هنا ده اساسا
محسوس بالكشف السريري والأشعة عملت من أجله. طيب لما عملنا لما عمل معلش ممكن يرجع صورة تانية الصورة لو سمحت. أي لما عملنا التصوير المغناطيسي نعم. ظهر إنه السدي الآخر برضو فيه نفس الشيء وكانت ما محسوسة. نعم. وهذا بعد العلاج أخذت العلاج الكيميائي المساعد. نعم. كويس قبل العملية حصل تغلص للاثنين. واضح انه حجم الكتله نقص. ايوه وحتى الجلد والوصول انتشار المرض من الحلم والجلد. طيب معانا اتصال يا دكتور رباب. نعم. نقول الو السلام عليكم. الو وعليكم السلام ورحمه الله. معاك ملهمه سليمان. معانا منو؟ ملهمه سليمان. مرحب بك. انا سمعت ملهمه ما اعرف صح ولا غلط سامعي. ايوه ملهمه. مرحب بك يا ملهمه من ام درمان برضه سمعتك صح يا ملهمه؟ ايوه من درمان. طيب سؤالك لي انا شنو نحن نتكلم عن الدوره الاشعه التشخيصيه في سرطان الثدي في الحلقه دي. انا عندي انا عمري 18 سنه. مرحب بك. عندي كتل في الثدي بتاعي من قبل سنتين يعني وما شايف الدكتور لي حاجات عاديه وكل مره معاك دكتوره رباب بتسمع فيك يا ريت تتداخلي معايا دكتوره. طيب. رباب قاعد عندها كتل في الثدي. عملتي موجات صوتيه؟ لا. طيب عندك في العيلة عندك حدا عنده سرطان ثدي؟ لا ما عندكم. ما عندكم عادة في سنك. هو قلي دي غدد. طيب في سنك دي وما عندكم يعني عوامل وراثية وكده متوقع غالبا انها تكون يعني أورام حميدة لكن يجب انه نتأكد منها. وفي سنك عادة بنبدأ بالموجات الصوتية فإذا إيوه. حبيتي تجي برج الأمل يوم الثلاثاء او رويال كير يوم الاحد. كويس احنا بنديها بطاقه. أيوة. بالضبط كده ممكن اشوفك مجانية. بالموجات الصوتيه وان شاء الله نطمنك. خلاص تلقي بطاقه في استقبال القناه ببري باسمك ملهمه وتقابلي دكتوره رباب وان شاء الله مشكلتك تتحل وشكرا على اتصالك. افتكر عمره 18 سنه قالت و ايوه ايوه هو اصلا اساسا مفترض انه يعني بيبدا من سنه 18 دي المفروض يعني يبدا حساب اذا ما اذا كان في مخاطر زايده او لا يعني. ونحن دائما في توعيتنا دائما بنتكلم عن المخاطر والداخليه والخارجيه وكل العوامل اللي بتؤدي لسرطان الثدي واللي هو اساسا ما معروف ما في سبب واضح لسرطان الثدي ولكن هي مجموعه عوامل بتلعب كلها مع بعضها البعض. فيها هرمونات داخلية فيها عوامل وراثية وفيها عوامل خارجية. العوامل الخارجية طبعا بنقدر نتحكم فيها وبالتالي بنقلل من نسبة الإصابة والعوامل الأخرى بتدرس. طيب لو معانا صورة تانية نشوفها مع بعض دي هنا شنو. طيب. دكتورة رباب هذه الصورة نحن طبعا كأطباء الأشعة اللي يعملوا في مجال الثدي لابد أن يكونوا ملمين ابتداء من التشريح زي ما قلنا والفيزيولوجية الثدي وكل ما يخص الثدي من بداياته من داخل من بداياته الأولى من الأسبوع السابع وهو بيبدأ ينمو وكيف ينمو وأين ينمو كويس والهرمونات اللي بتأثر فيه وكيف بتأثر فيه وفي كل مرحلة إلين قلنا يمر بالكشف المبكر ثم العلاج واكتشاف المرض والعلاج والآخر. آسف للمقاطعة معانا اتصال. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. مرحب بك وعليكم السلام. معانا منو؟ أسلم أديك العافية. معاكم فاطمة. فاطمة من وين يا فاطمة تكلمينا؟ من بحري. من بحري. مرحب بناس بحري كلهم ومرحب بك يا فاطمة. العافية. سؤالك لنا شنو يا فاطمة في الحلقة دي؟ سؤالي والله أنا عندي كجل كده في الثدي الشمال. نعم. وقابلت قناة خصائية وعملت. طيب أنت عمرك كم سنة؟ والله عمري بدون حليفة بس عمرك أدينا عمرك صايمة تحليفة 56. دكتورة رباب معاك على الخط لو عايزة تسألي سؤال يا دكتورة. 56 دي بس سألناها من عمرها طوالي قالت بس خلاص كده حسمت الأمر. نها. هي بغض النظر عن إنها عندها مخاطر عالية ولا مخاطر عادية هي دي فور ماموغرافي لازم يدعمل لها ماموغرافي تقولي لها الكلام ده تفهمه بالراحة ونديها بطاقة. طيب جدا. هي مفروض يدعمل لك الأشعة السينية أو أشعة الثدي الضغطة كويس أو الماموغرام
طيب أيوة. فانت أيوة. تحتاجي ونحن شغالين الاسبوع الجاي اخر اسبوع فنديكي كرت تجينا في المكان اللي يناسبك ان شاء الله ونعمله لك. ايه البطاقه تلقاها في استقبال القناه في بري, تجي في اي وقت تستلميها وتقابل الدكتورة رباب ان شاء الله موضوعك يتحل. وشكرا على اتصالك يا فاطمه. شكرا لك. باذن الله نرجع للصوره. يا ريت الصوره لو جاهزه نرجع لها. فواضح انه يعني دور الأشعة كبير, دور جدا الأشعة كبير جدا يعني في, نعم. في في المسألة بتاعت التشخيص. نعم. وزي ما ذكرنا التشخيص هو حجر زاوية يعني في 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 كثير من المراحل. نعم. وبعدين لاحظت يعني يمكن هسه انتم كان عندكم اسابيع توعويه في جمعيه بتاعت الكشف المبكر. الكشف المبكر. نعم. فواضح انه الاهتمام بدا يتزايد يعني في الاونه الاخيره فعلا. على الاقل الناس يا دكتور رباب يقللوا المضاعفات اللي بتحصل والناس تفقد اعزاء لديهم بسبب حاجات ممكن تتعالج. وانا افتكر سرطان الثدي نسبه العلاج فيه إذا تم التشخيص مبكر مراحل أكثر من 90%. يعني أكثر من 90% أكثر من 90% في 96% ممكن إذا في مراحله الأولى ممكن يتم الشفاء التام. معنا اتصال أخير معنا منوع على الخط. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك وهج محمد من الكلاكلة. وهج محمد من وين؟ من الكلاكلة. من الكلاكلة. عمرك كم يا وهج؟ عمري 21 سنة. سؤالك لنا شنو يا وهج ونحن بنتكلم في الحلقة دي عن؟ والله أنا بس بعاني من آلام في الصدر اليمين في شكل طعنات زي وخز الإبر. أرفعي صوتك شوي عشان دكتورة باب معاك على الخط أسألك بعض الأسئلة لو. بعاني من ألم وخز الصدر الأيمن. معك يا رباب. طيب الألم ده بيجيك بيزيد أو بيكون واضح في الأسبوع قبل نزول الطمث قبل الدورة؟ لا بيجي في الأيام العادية في أي وقت. وما بتأثر يعني ما متأثر بزمن محدد؟ لا ما متأثر. غير كده اللون اللي حول الحلمة زايد يعني أكثر من الثدي الشمال. طيب أنت محتاجة نشوفك بالموجات الصوتية وبعدها نقرر تاخذي بطاقة إن شاء الله. هاي. طيب شكرا لك يا وهج على اتصالك وتواصلك مع البرنامج. وبطاقة من برنامج الصحة والحياة تقابل دكتور رباب محمد أحمد إن شاء الله مشكلتك تتحلها. واضح أنه الأعمار مختلفة يتصلوا علينا مش كده؟ نعم أيوه نعم. طيب بالنسبة للرنين ممكن أتكلم لحد الصورة ما تجي. الرنين بيلعب دور في المسح وفي التشخيص. يلعب دور في المسح لكن لأسباب كثيرة خلاص أنه ما بصورة مفتوحة زي الماموجرام انه لازم دي اللي هي الصوره الكبيره. لا ما هي لكن برضو رنين برضو مش كده برضو هذه رنين. ايوه رنين بتوضح لنا شنو بتوضح حاله ما ترميم ثدي بعد ما ازاله الثدي كاملا. فدي واحده من الترميمات انه بتوضع يعني زي ما اقول باج ولا هي شنو عباره عن سيليكون لكن ده اوصف انه هو ذاته سيليكون محاط بماده بلاستيكيه من حوله. خلاص بيوضع في المكان ليكون ثدي صناعي. احدى الطرق للترميم الثدي حتى انه يكون شويه شبيه بالثدي الاخر. ودوركم شنو انتم هنا في الاشعه؟ دورنا انه يعني هنا في الترميم ده. ايوه دورنا انه مفترض انه نكون اساسا الصوره اللي قبليها كانت عشان نعرف نوع العمليه. فاي تغيير نحن لما يكون عندنا خلفيه عنها بنكون فاهمين الوضعيه دي واحده. الحاجه الثانيه مع الرنين مرات هو مع هذا السيليكون مرات بتطلع يعني بي 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 بتكون في تكتلات بتاع اشياء زي دي بالاحساس كانها كتله سرطانيه. فالرنين هو الفحص الوحيد اللي ممكن بدقه عاليه فوق ال 98 او 99% ياكد لنا انه ما اذا كانت سرطانيه او لا علاقه بالسيليكون الموجود. نعم. في صوره ثانيه لو جاهزه نشوفها مع بعض. في صوره ثانيه. ايوه هذا سيليكون بس بطريقه يعني هناك ذاك في الرنين نفسه بناخذ صور كثيره مره بيتبين ابيض ومره نفس الماده ممكن تبين اسود وما الى ذلك. هنا السيليكون هو الاسود والمكان الابيض هذه كتله سرطانيه موجوده عند سيده عندها اساسا سيليكون لكن ما بعد ترميم ثدي. دي خدت السيليكون لناحيه جماليه وناحيه تجميليه.
فمرات السيليكون نفسه بالمادة بتاعته بتبرز وبتعمل كتل. فعشان نتأكد السيليكون نفسه مش كده؟ السيليكون نفسه. فنحن عشان نتأكد إنه الكتل دي المحسوسة دي هل هي سرطان طرأ أو كتل نتيجة للسيليكون، الرنين أدق فحص، الموجات بتساعد ولكن الرنين هو أدق فحص. الموجات والماموجرام برضو الاثنين لكنهم أقل يعني دقة، في أكثر دقة أكثر فحص دقيق في هذا المجال هو الرنين المغناطيسي. طيب الصورة اللي بعد دي لو سمحتوا عشان نشوف مع بعض نعلق عليها. طيب بالنسبة للرنين والمسح بيلعب دور قلنا في 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 المسح، لكن في فئات معينة. الفئات أساساً نحن عندنا فئة بتكون المخاطر عندها، نسبة المخاطر عندها عادية، واللي هي دي أي سيدة فوق 40، يعني أي سيدة من 40 فما فوق نسبة المخاطر عندهم، أو عملوا لها قياس لنسبة المخاطر بحاجة بنظام معين وجدوه أقل من 15%، ده بنعتبر المخاطر عندهم عادية. أما إذا زادت نسبة المخاطر من 15% إلى 20% أو فئة معينة عندهم كثافة ثدي عالية، أو عندها تاريخ نفس السيدة يا تاريخ بتاع سرطان ثدي خلاص، أو عندهم بعض الأورام الحميدة اللي تم تشخيصها بالتحليل المجهري، دول بنعتبرهم مجموعة ذات مخاطر متوسطة، ودول أحيانا حسب الحالة أحيانا يحتاجوا فحص بالرنين مع الماموجرام. أما ناس المخاطر العالية ديل لازم 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 يبدو في سن مبكرة قبل 40 المسح، ويدعم الرنين مع الماموجرام الاثنين مع بعض، لكن ما مفروض يكون قبل 25 سنة بس. طيب أنا يمكن ما تبقى لي كثير من زمان البرنامج، يمكن باقي لنا أقل من 3 دقائق أو 4 دقائق. أنا عايزك في موضوع كده تكلمنا فيه قبل ما نطلع الهواء، اللي هو موضوع الأطفال والجراحات اللي ممكن تتم، ما أدري أسميها خطأ لكن يعني تفسر من بعض أطباء المعالجين، ويتم إزالة جزء من النسيج الذي يتبع للثدي. يا ريت تكلمين عن الجزئية دي. طيب الجزئية دي لأن أفتكر جزئية مهمة جدا. أيوة فعلا مهمة. يعني الطفل قلنا مين يعني بيكون عنده أنسجة ثدي سواء كان ذكر أو أنثى من داخل بطن أمه، أو بيتأثر بالهرمونات اللي بتجيه عبر المشيمة من أمه خلاص. فعلى نهاية الحمل والولادة مرات بيحصل تغير فجأة في هذه الهرمونات، يا إما زادت زيادة كبيرة وأدت إلى نمو كبير في الثدي، أو نقصانة المفاجئ أدى إلى اسمه شنو ده استيميوليشن لهرمونات تانية، تنشيط هرمونات أخرى بواسطة الطفل. في الحالتين بتؤدي إلى نمو أنسجة ثدي عند الطفل، وبنشوفها في الأطفال مرات كثيرة، ومرات بيكون عندهم معاه إفرازات زي الحليب أو ممكن يكون حتى دم، ومرات بيكون عندهم توسع في القنوات وغنوات الحليب وما إلى ذلك، ويسمى بالتثدي عند حديثي الولادة خلاص. فهذه مفروض ناخدها بعين الاعتبار، ومرات أساسا عندنا صورة لها لكن الزمن، مرات هذه مرات بيحصل فيها التهابات وما إلى ذلك، فمفروض إنه يعني ناخد الحذر بالذات عند الأنثى الطفلة الأنثى، لأنه الحاجة دي بترتب عليها إنها بعدين ممكن إذا اتخذ جراحيا بالخطأ أو حصل أي تدخل جراحي يؤدي إلى إنه عدم نمو أو تقليل من نمو هذا الثدي. وكمان في فئة أخرى من 9 شهور إلى ما قبل البلوغ برضو مرات يعني لخبطة الهرمونات قد تؤدي إلى وجود أنسجة ثدي في وقت مبكر. وعندنا حالات للأسف تشخصت على أساس إنها أورام. أنا آسف للمقاطعة لكن يا دكتور رباب زمننا يمكن ما تبقى فيه حاجة. أنا دايرك في 30 ثانية رسالة أخيرة نختم بها الحلقة دي لكل الناس اللي شاهدت هذه الجرعة العلمية. أنا أفتكر حلقة يعني مرجعية حقيقة في دور الأشعة. والله أنا أحس إنه يعني كنا دايرين نتكلم أكثر عن الرنين حتى إنه ياخد وضعه. نعم. ياخد وضعه عندنا هنا. صحيح. فيعني أنا بناشد الأطباء يعني إنه يعني
يهتموا بوضعية الأشعة ودور الأشعة، وبناشد الأطباء اللي بيشتغلوا كلهم في مجال الثدي إنه نحن كلنا كأطباء مهتمين إن نشتغل كتيم وورك، يعني حتى إنه المريض يأخذ الفائدة القصوى، ونقلل من الخزعات الغير مهمة والعمليات المتكررة ممكن قد تتلص إذا الناس اشتغلت شغل متكامل، عيادات متكاملة. نحن بنستفيد وهم بيستفيدوا، والمستفيد الأول هو المريض طبعا. طيب يعني يمكن نحن نقول رسالتك للناس المهتمين بأمر أمراض الثدي والأورام الاهتمام بمسألة الرنين بالضبط، أما بالرنين كله بكل الأشياء لا تحديدا، لكن الرنين بأنه ما مفعل ما مفعل بيدات، يعني أنه الخوف الشديد اللي ممكن يخليهم أنه ما يعني ينتظروا المرحلة ما يجي يعني في متأخرة. في مراحل متأخرة، يعني في الآخر يعني اللي جايك ده بيصلك، يعني اللي يعني فسبهم بيقول لك ما ترفع تنكت شنو الجحار تلقى العقارب، عبارة من هذا القبيل. ما تمشي للدكاترة بيظهروا لك مرض، بيظهروا لك مرض، بيظهروا لك مرض وتتوهم ساي وتموت بالوهم، تتوهم. شكرا لك كثير دكتورة رباب محمد أحمد، استشاري الأشعة التشخيصية والتصوير الطبي. أنا يمكن سعدت جدا واستفدت جدا وأنا يعني بقدم في هذه الحلقة، وفي نفس الوقت يعني أكيد كل الناس اللي بتتابع الحلقة دي استفادوا منها كثير. واضح أنه الموضوع موضوع شيق لأنه بيحل مشاكل كثيرة جدا، واضح أنه نحن بنحتاج نسلط الضوء في حلقات أخرى حتى تعم الفائدة للجميع. أنا حقيقة بشكر كل القمين على أمر الجمعية السودانية للكشف عن أمراض الدوبي وفي الفترة اللي فاتت، والعيادات اللي قامت بعدد من المستشفيات. أنا هذا يتواصل يعني أنفسنا، بذكر كل الناس اللي أديناهم بطاقات يعني لمقابلة دكتورة رباب أنه يلقوا هذه البطاقات في استقبال القناة بوري، ونعتذر لكل الناس ما حالفنا الحصف أنه يتصلوا علينا، ونعتذر الليلة يمكن ما قرينا أي رسائل عبر الواتساب لأهمية المادة المقدمة، فحبينا نركز على السرد اللي قدمه الدكتورة رباب. وبقول لكم داوي ناري وتمهل في ودي يا حبيب الروح، هب لي بضع لحظات سراعي، وكل التحية للتيم العمل، وكل التحية للناس الواقفة وراء الكواليس ويعملون بجد واجتهاد لإنجاح هذا البرنامج. ولغاية ما نلقاكم في حلقة أخرى، تقبلوا تحياتي دكتور محمد عبد الباقي القدال، وإلى اللقاء في أمان الله.